عارف عارفين اللي فيه تعاون مع النجم خالد سليم في اغنيه مين ده، كلميني بقى عن التعاون معاه والاغنيه، وان شاء الله تبقى هتنزل امتى باذن الله؟ هو احنا انا وخالد اصدقاء اصلا، فقررنا ان احنا نتعاون مع بعض ونعمل اغنيه. رحنا سمعنا كذا اغنيه وسمعنا عند عزيز كذا اغنيه، بس عجبتنا استقرينا على الاغنيه دي مين ده. هي اغنيه لون مختلف على خالد شويه، بس هي فيها مساحات غنى بتاعت خالد يعني. ليها رساله مثلا معينه او؟ والله هي اغنيه صيفي يعني، تشتغل في الساحل، تشتغل في مكان سهر يعني. صح. اغنيه مختلفه خالص على خالد. تاليف والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. ان شاء الله كسر الدنيا. عايزك بقى تكلمني، عارفين اللي فيه فيلم مع نجم محمد امام اسمه الاستاذ، ما اخرج المخرج العظيم شريف عرفه، كلميني عن التعاون ده والفيلم بشكل عام. والله يعني ربنا يسهل، ادعوا لنا انتوا بس عشان نبتدي تصوير. هو فيلم لايت كوميدي ان شاء الله، تاليف واخراج الاستاذ شريف عرفه، ولسه جاري اختيار بقيه الفنانين الكاست اهو، ومستنيين محمد يخلص تصوير. شايفه حاله البهجه اللي محمد امام عاملها يعني من ساعه عمهم وبيحضر لابو نسب، هل ده شجعك اكتر ان انت تخوضي تجربه الانتاج مع محمد امام بسبب النجاحات الكبيره دي؟ طبعا يعني هو ده طبعا ان هو ناجح والناس حباه، ده اساسي. انت بتبص للنجم من القاعده الجماهيريه بتاعته، فبتقرر بناء عليه تتعاون معاه ولا لا. فطبعا هو محمد كان كسر الدنيا في عمهم يعني، بس هنا ان شاء الله هتبقى حاجه مختلفه، لان انا لسه بقول ان مهما كنت انت مكسر الدنيا، لما بتتعاون مع مخرج كبير بيطلع منك حاجه تانية مختلفه. انت ما تعرفهاش، مش حاسس بيها جوه نفسك. في تعاون برضو مع النجم احمد حاتم في فيلم الباشا او قصر الباشا. اتكلمينا عن ده، وهل في تصوير دلوقتي وبتحضر ليه ولا لا؟ بص، هو دلوقتي انا في مرحله يعني اختيار مخرج مناسب للعمل، لان العمل سسبنس، فاحنا في مخرج اوريدي بيقرا يعني، بس لسه ما اديناش اوكي، فمش هقدر اعلن غير ما يوافق. ان شاء الله لو تم المخرج تمام واشتغلنا، ممكن نبتدي تصوير على شهر 8 كده. كان في برضو حاجه مع النجم احمد عز في الملجا، وكانت الناس كلها متشوقه للفيلم ده، التاريخ وحكايه ده، ليه وقف او ايه الظروف اللي حصلت؟ لا، هو الملجا اتوقف بسبب ظروف الاقتصاديه، لانه كان حقبه قديمه وكانت تكلفه الفيلم عاليه جدا. فاحنا ما وقفناهوش، احنا بس اجلناه للظروف يعني، الحين تحسن الظروف وبندور حاليا على سيناريو تاني. لا يعني هو وقف وممكن يبقى فيه تكمله للفيلم ولا للسيناريو تاني مع احمد عز؟ لا، احنا حاليا بندور على سيناريو تاني احمد عز. ميرسي جدا زقلاء، ونورتينا في المصري. ميرسي، شكرا.